الهدف الجزراوي غالي والهدف العجماني غالي والكرة الآن ملعوبة. يا السلام تسديدة لكن أيضا علي خصيب تقدم لويس أنطونيو بيلعبها. يا السلام مباراة أمام فريق نادي الشارجة وستتبقى المباراة الأخيرة أمام فريق نادي الفجيرة وكرة جول خطير امام المرمى وابو بكر او مايكا مساله اخطر لكن حارس لعبة كرة ثاني في اليسار تحرر والتحقق لثلث امام الياباحي يمشي الياباحي والتصويب لكن على الارض لويس انطونيو كره عاليه طويله امام ايمانويل قدراته برضه ما تمشيش قوي كمدافع بصراحه ايمانويل قدراته في مشاكل عند عجمان في خطوط كثيره في اماكن عامت راولي هو اللي يتقدم ماجد قمة التركيز فرصة خطيرة هنا محاولة البركان كاد أن يشترس لعجمان محاولة خطيرة كرة حلوة للبرتقالي أمام المرمى ولكن تتخلص ترجع مرة ثانية أمام المرمى في الموتى لياندرو لعيبة عجمان ما يسددون مع أن الرياح معاه لويس بيسدد ترجع مرة ثانية خطرة للبرتقالي. السلام لو كواليتي اللعيبة ارتفع نسق وحيبقى فريق مختلف تماما. مش كرة تاني تصويبه والخطأ ولكن مرمى كواليتي بتاع اللاعب لو زادت إمكانياته يعني فرقتين عندهم حل وعندهم حظ كويس ممكن يعدلوا في النتيجة. اللي متقدم اتنين يضرب التالت واللي متأخر يحاول يسجل على الأقل تدليل الفارق يطلع الحارس مبدأ الأمر. أنطونيو الأقرب ربما لتنفيذ الكرة الثابتة في هذه اللحظات لمصلحة البركان لويس أنطونيو صفقة الشتاء الجديدة. الكرة بغير اتجاه الحائط البشري وبالتالي أخير محاولة تسديدة قوية جدا لإبعاد من حارس المرمى الكرة الثابتة لمصلحة عجمان هذه من جارديل كرة لويس جوستافو محاولة راح حاول فيها جارديل بيرسلها كرة عرضية الكرة في مواجهة المرمى هدف ثالث يضيع على فريق عجمان كرتين في الثواني الأخيرة في المحاولة الأخيرة الكرة إلى لويس أنطونيو لويس مر يا سلام على المهارة لويس أنطونيو بيسدد كرة لكن هذه الكرة مرت إلى خارج أرضية